لا ضرر ولا ضرار. ايوه بالظبط، احنا نروح النقطه ومن اول السطر بقى. والله ما ليه لزوم، اركبوا بس العربيه وانا فاهم. العربيه دي؟ اركبوا معانا. ينفع؟ طبعا والله ينفع. دي نركب؟ طبعا ليه لا. طيب يا حضرة الظابط، لا لا انا استاذنك بس عشان معايا ويتنج، ارجع اكلم حضرتك تاني. في حفظ الله يا فندم، مع السلامه. يلا بينا. ايوه بس احنا والدنا محرج علينا ما نركبش مع حد ما نعرفوش. نسيت اعرفه بنفسي، انا الشحات مبروك. بجد؟ بس انت جسمك نزل خالص. لا انا شحات واسمي مبروك، مش الشحات مبروك. ايه مش فاهم ايه الفرق يعني؟ تشابك اسماء. تشابه اسمائك قصدك. ماشي، تعالى تعالى نركب. عرفنا. انا هركب قدام. لا انا اللي هركب قدام، انا عشان رجلي طويله. في ايه؟ راح على العربيه. انا اللي هركب قدام عشان رجلي طويله. خلاص هنركب احنا الاثنين ورا عشان ما نتخانقش. فير. ليه صباح الخير يا باكينام. صباح الخير يا صبري. صباح الخير. صباح الخير يا مبروك. ايه ده؟ شركة ابو حسن لاعمال الشحاتة والتسول؟ ده ايه النشاط بتاعها يعني؟ يعني ايه شركة ابو حسن للشحاتة والتسول؟ هتكون شركة تنظيم حفلات، شركة شحاتة وتسول بنشحت. انتوا سيبين ابو حسن هنا عشان الحسنة اللي بتاخدوها. لا، علشان مستر حسن ابو حسن صاحب الشركة عنده حسنة كبيرة في وشه اهو. زي السقة كده بس لتحت تقريبا. يا ولادي يعني انتوا بتجيبوا الشحاتين المساكين من الشارع وتشغلوهم؟ والله كتر خيركم. يا ابن العيب والله صدقت. انا كنت اروح اقسم. الله يرحمها مش احساس، ما عندكوش دم. الولد امه ماتت بجد. بقى ايه في حياتك الصبح؟ شد حيلك يا حبيبي، توكل على الله. انت روح ادفن الحاجه ومالكش دعوه. ومين هيمسك الاشاره مكاني؟ انا صبحي بنفسي همسك الاشاره مكانك. لا يمكن، انا مستحيل اسيب شغلي. يا صبحي اكرام الميت دفنه يا حبيبي، توكل على الله. روح ادفن الحاجة وانت نازل ابقى عدى على الخزنة، هقول لهم يصرفوا لك مصاريف العسل. اتكل على الله. بقول لك ايه، ابعت ميل للاتش ار علشان تقول له ان انت هتغيب 3 ايام عشان ما يخصم لكش. مع السلامة يا صبحي. السلام عليكم. شد حيلك يا حبيبي. بقاء لله. انتوا بتهزروا؟ عارفين مين اللي ماتت؟ طنط نادية العجوزة الله يرحمها. لا حول ولا قوة الا بالله. العجوزه دي كانت كام سنه يعني؟ لا، طنط نادى دي كانت بتقف في اشاره العجوزه. الله يرحمها. كرتونه المناديل ما كانتش تاخد في ايدها اشارتين. اشارتين بس؟ واشارتين، والاشاره ام 30 ثانيه مش ام دقيقه. ياه. اللي بتعدي كده دي. ايه ده؟ راح فين يا عماد؟ الساعه كام في ايدك؟ معلش يا مستر مبروك، اصل ابويا تعبان وانا اخواتي كلهم بنات، ابوس ايدك. عمده اوعى تعمل كده يا عمده. الدرس اللي انا اللي معلمه لك ما تعملوش معايا انا. وانت يا هانم المفروض ان دورك تنزلي تشحتي وعائلين على كتفك. نازله بايدك فاضيه؟ اعمل ايه يعني؟ ما هم اللي متعبين يا مستر مبروك، وبعدين انا كتفي بيوجعني، وبعدين اصلا كان عندهم النهارده فان داي في النيرسري. نهى، انت ممكن تكوني ام شاطره، ام هايله، ام عظيمه، لكن شحته فاشله. ابوس ايديكم، التارجت بيضيع مني. احنا لو النهارده بنشحت بمزاجنا بكره هنشحت غصب عننا. عايزيننا نبقى ايه؟ شحاتين. اتفضلوا كل واحد على اشارته. ضمير بقى. استغفر الله العظيم يا رب. لا الفرق بقى بين المدير والقائد. احنا اسف يا جماعه اللي انفعل. خلاص اسكافيه بلاك. اتفضلوا.